الاسد ونزل الديب ولكن الديب اتاكل اوعك تعمل لعيب او تقوي يا تتشكل على ورع عمر ما نجيب لو انا عامل بتراجل دكل 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 ومالوش تسعيره اصلح لازم كبيره علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتاشيره صغرنا مع بعضينا عاوم الدور الغنية والخلي بتحكي علينا حاجات أصلا وهمية يا بنحلى صوت الأرض يا بنحلى حتان المية يا بنحلى صوت الأرض يا بنحلى حتان المية ستين انزل حينا وادخل عيب بنا لو ده لازل تشتكى مننا أربع إخوة عاملين حكايات قالوا قالوا هنعيش واخدين وضعنا واللي هيفكر يعانينا هنجيبه تحت رجلنا واللي هيفكر اتغطى وشد الحاف القلب اتعرف وعد انحرف الكلمة نقولها بشرف ونسعى وندق كده بالاخلاق وعد دوسنا على طرف احنا لا في الشر نضر وسلاحنا مر وشكت وحمية والدار درويش وما بنجليش من غير ما نبلبح كيمياء ليه البشر ما بقتش تسود حتى اخويا واخد مسكون وكل يوم يجرح ويبيع ولا كانه بيبان في فيزيون يسيبني لما يكون فرحان عايشين هففنا وضفنا وياما في الهوا ضيعنا فلوس بنخش على الناس مش الكل يكش احنا اللي نفوز وعددنا اربع رجل لو مجدع بالشارع خدنا دوز ضاربين الدنيا دي جسمات ما نخافش يا ناس دي اسمات للحب الصحاب الخاين ولا نمشي بعين مالوش نفس انزل حينا وادخل عيب بنالو ده الاسفل تشتكى مننا اربع اخوة عاملين حكايات قالوا قالوا هنعيش واخدين وضعنا واللي هيفكر يعانينا يعمل قلق داسد داسد وانزل انزل حينا